تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يواصل معبر أرقين خدماته لتسهيل عبور المصريين العائدين من السودان بالإضافة لرعاية الدول الشقيقة. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من أمام معبر أرقين. رامي، بعد التحية أطلعنا على آخر المستجدات لديك الآن. تحياتي لك ولكل متابعينا من معبر وميناء أرقين البري الحدودي، حيث لا تزال عشرات الحافلات تتوافد على المعبر والميناء من الأراضي السودانية، ليتجاوز عدد هذه الحافلات أكثر من 300 حافلة، ويتجاوز أيضا معها أعداد الوافدين إلى هذا المعبر إلى أكثر من 9000 وافد من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى ومن الدول الشقيقة التي نسقت وزارات الخارجية بها مع وزارة الخارجية المصرية. وتأتي هذه الجهود بعد تواصل وجهود كبيرة من قبل أجهزة الدولة المصرية والوزارات والمؤسسات، ومن بينها وزارة الخارجية التي تعمل بشكل مستمر ومتابعة مع السفارة المصرية بالخرطوم، وأيضا قنصليتي الخرطوم وبور سودان المصرية ومكتب القنصل بمدينة وادي حلفة التي تبعد أكثر من 60 كيلومتر من هذا الموقع الذي يتواجد به الآن معبر وميناء أرقين البري الحدودي. ولو تحدثنا عن سعة هذا المعبر والميناء التي وصلت إلى 300 حافلة، بالفعل امتلأ هذا المعبر ولا زال يستمر في استقبال الكثير من الحافلات من الوافدين من الأراضي السودانية. ولو أيضا تطرقنا إلى المشهد الغالب والمشهد المهم هنا منذ اليوم الأول في استقبال المصريين والسودانيين وغيرهم من الوافدين من الأراضي السودانية، هو مشهد الإنساني بشكل كبير. المساعدات الطبية التي تقدم من الهلال الأحمر المصري في شكل خدمات مختلفة، نتحدث عن إسعافات أولية، نتحدث عن مساعدات طبية كبيرة للحالات الحرجة، أيضا نتحدث عن الوجبات التي تقدم إليهم، ونتحدث عن الجانب الأكبر هو الدعم النفسي والاتصال الأسري بأسرهم سواء في السودان أو في مصر أو في غيرها من الأماكن. أيضا من بين هذه الأدوار التسهيل الخاص بالمصريين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى والسودانيين من الأوراق وأيضا التأشيرات والتوثيق للمكاتب الخاصة بالمعبر. ولو تحدثنا أيضا عن الخدمات الخاصة بالإسعاف هنا أيضا لكافة المواطنين، خدمات كثيرة تفعلها مصر عبر بوابة ومعبر وميناء أرقين البري في استقبال الوافدين والقادمين من الأراضي السودانية. وأيضا بحسب الكثير من التقديرات الخاصة بهيئة الموانئ البرية والجفة أن الأعداد تجاوزت 10,000 من الوافدين، وبحسب أيضا وزارة الهجرة والكثير من التقديرات التي تشير أن هناك في العاصمة الخرطوم أكثر من 10,000 مصري من بينهم 5,000 من الطلاب، وهم الفئة الغالبة من الوافدين إلى المعبر معبر أرقين، هم من الطلاب المصريين الذين يدرسون في السودان. هذا هو المشهد بشكل عام. نتحدث عن استقبال ولازال المعبر في أغلب الأوقات حتى إذا أغلق من الجانب السوداني في فترات من اليوم، على مدار الساعة وعلى مدار اليوم الأبواب المصرية أو أبواب معبر أرقين بشكل خاص مفتوحة أمام الوافدين. وأيضا مشهد المساعدات الإنسانية، المشهد الإنساني بشكل كبير مؤثر هنا، سواء مساعدات اجتماعية إنسانية وأيضا طبية من الهلال الأحمر المصري. وأيضا لو تحدثنا عن الجنسيات الأخرى، هناك توافد كبير وأفواج تمثل العديد من الدول التي قامت بالتنسيق مع السلطات المصرية والسودانية، وآخرها فوج ووفد قادم من دولة جنوب إفريقيا إلى المعبر معبر أرقين البري الحدودي. هذا هو المشهد هنا، عودة لكم. نعم، مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من أمام معبر أرقين، شكرا جزيلا لك.